وش اليوم يا عيال؟ اليوم حفلة بدون ما يدي راعي. شوف الهدايا بس لا تبين. شوف الهدايا. لا تعلم. اليوم حفلة. بارتي. اليوم بارتي. لا أبون لا أبون. اليوم حفلة حفلة مين؟ فارس ومودي. فارس ما يدري. ومودي ما يدري. ولكن فارس جايب هدية المودي يحسب الحفلة المودي. بس إحنا محتفلين فيهم اثنينهم. والله اني لا اكل الرجيم رجيم احمد صدق رجيم اليوم اليوم يوم مفتوح والله جامد احنا كم ما سميتوه بمناسبه 3 مليون ايوه تستاهل معك والله هذيك المره سحبت عليك هذا نفس 3 مليون اي والله ايوه تستاهل لا 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 يا عيال صدق والله اي والله انا نفس 3 مليون هذا اللي يتقلب له اي والله لا والله اي والله والله عشانك والله وعشان برضو الاستاذ فارس اي والله مبروك يا مبروك عقبال ما طلع 20 مليون وكثير هذا دائما والله انك كذاب والله لا تحلف هذه 21 36 ترى فارس يحس ما لهم دخل وانت معه ترى اتبعهم هدايا جاي يا ساتر يا ساتر بس مودي 103 مليون كلكم جوا شوقي 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 تعال فارس تعال تعال وين انت بعد تعال طالع فارس طالع منا يدل طبعا نسيت توزيعك نسيت توزيعك يا عيال طبعا النمر وش لا هذه مين مني انا ما اهدي سيارة ما اهدي ارفع ارفع اطلع من تحت سيارة انا ما اهدي احلف اطلع برا ما اعطيك والله معطيك حلق يا ولد مدري شو لا لا مو حلق والله سوارة 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 خالد عشان ما حد عرفك يا ابو خالد يقول تحت في مفتاح لا لا معلش بس مفتاح يعني هذه قوية مزراتي من اللي جابها؟ انا هذا روح لا 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 يلا الحين ذو فارس ما يدري وش ما يدري طب اتوقع اتوقع وش اتوقع وش اتوقع وش ريبان ملعقة اكيد وش يعني كفارة يا والله انه صدق والله انه صدق ومن هذا المنبر حاب كالعادة اقسم بالله العظيم هذا اللي تعب راح جاب الهدايا اي والله شكرا اقسم بالله وش طالع تناظر والله شكرا ابي كلمه لك للي جاب لك الكيك والورد يا اخي شكرا والله اسعدني اقسم بالله حتى يعني الواحد ما يدري ايش يقول في المناسبه دي لكن شكرا عماني ترى جايه من امس سالتك بالله بس ما شفت وين مزبنينها مزبنها احلف بالله كل انت ورا البلا هذا كله صح ايوه شكرا والله شكرا الله يرضى عليك كلمه له هو خصيصا اي لاف يو ما قصرت تراك يعني اسعدتني مره كثير خليه يخمني تعال خمني لما قالت شكالك قبل شوي قول لهم قول لهم انت قول لهم ما راح اقول يا اخي اشتركوا يا اخي اربع و ثاني ساعه يا اخي اشتركوا حرام عليكم يا اخي 64% ما اشتركوا والله يقهر كلهم اشتركوا اشترك يا شيخ ارحم امك خليك هناك قاعد تحرك ابي هديتك هديتي انا اي والله هديت هديت ليه اصبر بقول باقي باقي شوي شوي هديك وهذا بعد احمد هذه انا والله وهذه بالونه هي خوف اني غلطت فيها بس ان شاء الله انها هذه كذا شوف هذا حق اغنيه ترى مره غنيه ذاب والله يا ويلي لا تكبر رجيمي 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 الله يعطيك العافيه ويكثر خيرك اقرا اقرا ومن ومن الجمهور والله والله من الجمهور والله والله ان في واحد في البث اليوم كان يكتب لي اقسم اني ما ادري حتى منه وقسما بالله ان في واحد كان يكتب لي احمد راخذ هديتي هذا باسمك ولا وانك مو بحقك هذا اسمك الحمد لله يس والله انه انا الف مبروك على المليون مشتركاتك الثانيه ولا يهمك هذه كيكه ترسع يحبها قلبك ولا كيكه المحطه المضروبه الله يسعد قلبك سهلك الخير قلبك والله شكرا انا عارف من هو عارف منه تعرف من هو ايه ممتاز ويليام موريتي كلمه هارموني بعد كلمه ما كلمه هنا كلمه هنا الله يعطيكم العافيه واشكركم من اعماق قلبي قسما بالله ما قصرت والله حلوه صح شو قاعد يحكي والله رجيم ليش كيكه ليه ما في سيزر دجاج والله الله يا عيال جت هدية يا عيال
جتني هدية بس صارت حقت ركان. وات؟ والله هدية لك ركان. شوف 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 متابعين. أبل عن شكلك! والله العظيم هدية للمتابعين والله. دقيقة. لا يا أخي أنت والله مستحيل والله. والله العظيم. تو قبل شهر جاي لك هدية. إي والله العظيم شو يحبونك عاد. لا ما نعرف يديك شيء. ما نعرف اسمه. ما نعرف اسمه. ما نعرف اسمه. يا لك أخرية. أنا عارف هذا معروف يا أخي. هذا فر 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 هنا. جعل أموت لحد قغري. أسك 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 كيس. وكان تكفى والله بتصير غني مرة. خليني تكفى. اسمه. شكرا. شكرا هدية شكرا طولت أسف أدري إني طولت. وين ذي مطولة مرة. كيكة شوف ريحة. حلو. قلت لك حلو ما قلت لك حلو. شكرا تغنية. شكرا تغنية. بذوق بذوق بذوق. جعل أموت إني شكرا تغنية. حرام تأكل هذا. إيه والله. صورني مع أول قبل أنا أكله. نطلع عليه. صورني. وينك ما شوفك ركان بدون مغطية صح ما القهر كلمة شكر بصراحة كلمة شكر من ذبة انت غبي نساه وبكى وطار الله يلعن الوجه الجوكر والله هذا كل شيء اللي هو الجوكر هذا اخوك كل شيء بالله كان ده بالله هذا الجوكر دحوم وش قلت تسوي حركات وش الحين انت الجوكر اطلع طبق الجوكر اعزل من جافك اطلع اطلع راح نشوف اجواء العيال تعبانين كلهم رايد من تعب من سلح ومقيدي بس يلا انا امتي تم الجاوب اتذكر والله لك صادق مش لا تضحك توني والله دقيقة والله منصدم والله دقيقة الله اني جابت الله اني قايل لكم في سبب يا مقطع شوف وين ابراهيم وش الفكرة في هذه؟ ما ادري قاعد قدام الشاطئ يعني انا ودي اكل والله جعان شوفك مساعد قال لي في اكل متجهز قاعد قبله قال لي في مقاطع مقاطع اللي في اكل بس وش الصدق تصورون الحين كذا؟ قول له والله شغل انا ايش فيك؟ يلا تكفى صوتك خالص اي والله الجودة 20 فريم كان القبرو حقتي جديدة هذه كشافة مرة تسلق جبال مره هي اقول شيء هي راسي كانه وش تشيله شنطه انا ما جاني شيء طيب كيف وش هذا حق الانميات شاك تسوي سحب عليهم من حط السفره انكسرت كيف بتسوي سحب عليها برد الوجه انكسرت بسوي على الشخصيه دي سحب في الكومنتات اللي يكتب كودك أيوة. بس اكتب كودك تخلص طب وش كودي ترى انا ما اسوق لك كثير في كثير ما يعرفوني علمهم يلا كودي ار او 1 هذا وش هو اصلا ما اعرف شلون كرتون ترى هذا سوي سحب والله يذبحك والله ينام ذنام يذبحك وش والله رايد اني عرفتك شيء رايد الناس مستحيل يطلع من غرفته في مصابرة خمخم العيال كلهم وخلهم كلهم معه وعاش حياته كذاب لا بالله انا انا والله ما جتني كورونا فجأة اقسم بالله نقار والله العيال تكرون انا داني مود الكلب خلاص سيدي جاسم سينا جاس عقم يوم كله تدري احلم اقسم بالله ما فيك ولا شيء انت لا ولا شيء اعوذ بالله قهر قهر تف تف ما فيك شيء طب اسمع اسمع يمين يسار يمكن بالغلط شيء اعوذ بالله تف بس تف اقرب فارس لا تكفى لا لا هي ركان والله ركان ليش داخل غرفه كتمه كذا احس اول مره اشتاق لك مره ركان مكرون يا من قايل هي موضوع منبتك والله والله منبتك وخر وخر هاي يا 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 الصرخة وانت تبي احنا اليوم محتوانا أيوه. مشويك اليوم ان شاء الله انا مشويك انا ايش دعوه يا اخوان لا تدري وش تشوي تشي هذي سويت ما سويت شي سويت طقت راسه والله احسها اسمع احس انه طرية طرية والله انه طرية طعم طرية بس وينك من اليوم ايوه يهاوشك بالله عطى واو امسك امسك قيم غرفتي يسفل فيني اليوم يهاوشني لازم نحلبكم
لا 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 صدق صدق والله مودي ليش تأخر عليه؟ أمس مقطع توني أشوف مقطع تقييم الغرف ما شفته أنا أشوف المقطع هذا تقييم الغرف هنا بيطلع لك هنا هنا نزله وقاعد يقيم الغرف كذا أيوه فجأة قال دحوم أنت جاي تزبد لي ولا وش؟ ما دحوم فلفل قال أنت شو تدخل باور عشان تزبد لنا؟ قال لا أدور محتوى صراحة صريح يا أخي شكرا والله الله يشفيكم فاز عليه فاز عليه فاز عليه فاز عليه ناصر 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 لا بجيبكم طيب ولا بجيبك لا انت ولا والله جاء لا علي لا 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 وين واصل؟ ناس صدق صدق. ليش قاعد تصور بالجو؟ أنا ماني. يا أخي عزوز انسرقت كاميرتي هناك، بطارياتي معك، ما عندي بطاريات كام حقتي. أي والله أنا معك. أي والله. كل شيء. كاميرته وجوازه وكل شيء. المحتوى كله طار. $1,500. لا والله. أي والله. سرقة سرقة ولا هو سرقة؟ لا لا لا. فتح واحد شنطة وخذاها من شنطة، تخيل. أي والله. شنطة السيارة. والله جابها. أنا راح بلغ يا ما جابوها. الخسران الأكبر منه ترى أنا خسران أكبر. شواحن كام بطارية كل شيء. الكام حقت فيلفل. إيه مي حقتنا. إيه مي حقتنا. بس الشواحن حقتنا يا أخي. بيك تدق على. سلطان تو دق علي قفل وجهه. بيك تدق على سلطان. أيوه. تقول لأبوك تقول كلمة أقسم بالله إن خوتك ما تنشرى يس بيع يا الهطة. هذا فيه مشاكل. حلوة. اسمع. شو كل شو كل شيء. أبوك أبو خوتك يا سبيعي. والله اسمعني أبو سلط أخوتك طولت معي. أقول أخوتك طولت معي. لا أبوك لا أبو أخوتك عليك يا سبيعي يا الوسخ. طيب اسمع بيتزوج تكفى. سوت عادي. يا سلطان هذا ليس تحديات. والله يعني مقطع هذا مقطع من الزبالة. سلطان اسمع. ما ادري ايش قاعدين نسوي ترى احنا الحين قاعدين نهبد